لكن هذه المرة غير راح أفسر القضية مو بس ندي الضعيف كل وضع تشوفه مخيف طبعا لني بالعراق ما بيصح إلا السخيف شوف المشاهير العدنا راح نخبلك بالعراق ماكو محتوى حقيقي كلهم صعدة والنفاق الدراما بالمقاطع تبكي على الشاشة عبالك طفل صغير يبكي على الخرخاشة صعدوا لها مشاهدات ما تعرف شو تسوي تطلع ترقص ولا تبكي عبالك شلي بيعوي مقالبهم كلها كذب ماكو صحة من الأساس سوشال فيطية نفاقها ما ينقاش راح نعبر اليابان من السالب يا صديقي لا تستغرب لا تتعجب ترى كلامي حقيقي ذاك اللي يهد الطليق تذيك المشهورة بعني ما شفنا منهم اي شي حتى العرض صار ينطي ماكو خصوصية عندهم كلها صارت بالعلن واللي عنده غيرة منهم راح تشوفه ينغبن هذا واقع حال كلامي ما يعجبك عوفه مجتمعنا تعال شوفه كلها تطرب على المعزوفه مليت من حالي شلون راح اهج من هالكون حسره العراق بخير يا ناس فهموني شلون مليت من حالي شلون راح اهج من هالكون حسره العراق بخير يا ناس فهموني شلون 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 حال العراق شلون حسره العراق بخير يا ناس فهموني شلون 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 حال العراق شلون حسره العراق بخير يا ناس فهموني شلون واقعنا اصبح صعب بالعيشه ما ينطاق كذب خيانه وزور ونعجبك بالنفاق لا تحاول تغير يا صديقي راح تجن عقول ما تتغير داخلها متكدس عفن وبسببهم ثقافتنا صارت كلها بالحضيض قلقامش لو اجوا شاف راح الغضب منه يفيض ويصيحون احنا الاول والهمبالة تسعد فول اهل الطشه وبيوزات بالبثوث طالعين قول رب قدس خلقه وقال خلقناهم بحسن حال يجي الفيطي بوسخ خلقه ويضرب نفسه بالنعال هذا الكوكب ما مطروق عالبشري يا عجيب صير درامي بهذل نفسك هنا يديل الجيل الله ابتلاني وخلاني بنصوصه وما فاهم شي لا سياسه لا فلوس لا راح مصفر كل شي ما اريد الدنيا واني هيك يم التوم وبوتياتا وزلاطة متونس والله مليت من حالي شلون راح اهج من هالكون حسره العراق